بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول أن ما يصدر من طالب العلم من تزكية لشخص في زمن ما ليس حكما مستمرا في جميع الأوقات، بل بما ظهر للمزكي من حاله وقتئذ في الساعة الراهنة، ثم إن كان على حال طيبة ثم تغير الحال بعد ذلك فتنقطع التزكية. فما صدر مني ومن غيري من تزكية لأحد فهذا حكمها. التنبيه الثاني أن الكلام في أحكام الشرع على العموم من تكفير أو تفسيق أو تبديع لا ينزل على الأعيان والأفراد إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، وذلك ليس لكل أحد، بل هذا إنما هو لأهل العلم خاصة لأنهم أهل الاختصاص. الثالث أن بعض الناس يتقدم للسؤال بصفة شخصية سواء في لقاء أو اتصال، ثم يتبين أنه قد سجل ونشر ولم يستأذن، وحكم هذا أنه لا يجوز له ذلك. فقد جاء في المسند والسنن من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل الرجل فالتفت فهي أمانة. انتهى. قال ابن رسلان: ومعنى الحديث أن الرجل إذا تحدث بشيء ثم التفت فإن التفاته قليلة في أنه يتوقع أحدا يسمع حديثه، فيدل هذا على أنه لا يحب اطلاع أحد على ذلك الحديث غير الذي حدثه، وكأنه يستكتب الحديث. أقول هذا في الالتفات، فكيف بمن يسجل وينشر ولم يستأذن؟ لا شك أن هذا جناية وعدوان. ثم بدا لي تنبيه الرابع، وهو أن بعض الناس يقتطع جواب المفتي والعالم ويلصقه بجواب آخر ويجمع بينهما مما لا يلائم أحدهما الآخر ثم ينسبه إليه، وهذا من العدوان، لأن هذا دبلجة وضم كلام إلى كلام يغير المعنى وتقويل العالم بما لم يقله. فالواجب على هؤلاء جميعا أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقلعوا عن هذا العدوان الذي فيه ضرر عليهم وعلى المتكلم وعلى السامعين من المسلمين وغيرهم، وأن يحذفوا ما نشروه ويبينوا تراجعهم عما فعلوه ونشروه، فهذا من تمام توبتهم والواجبة عليهم. فنسأل الله الجميع صلاح النية والعمل، ونسأله سبحانه وتعالى يرزقنا السلامة والعافية، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. التنبيه الخامس: إنما صدر من تزكية مني أو من غيري من طلبة العلم فيما لم يتبين حالهم فإنه يشمل سفر الحوالي وسلمان العودة ونصر العمر، ويشمل غيرهم من كل منحرف عن جادة السلف، فإنه تنقطع تزكيتنا له بعد ظهور حاله، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. صلى الله عليه وسلم.